eccetera. It's right, the sentence, but the feeling of course is not good because nobody can give us back Vittorio in life. So any sentences can give and can cover any pain about losing Vittorio. I don't think that these persons can represent all the Palestinian people. It is not. So of course we will continue to stay. We are here. And of course we are sad for what's happened, but we will stay. اليوم أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بحق 4 من المتهمين في قضية المتضامن الإيطالي أرجوني، وقد أدانتهم المحكمة بالتهمة المعدلة من قبلها. أدانت 2 منهم بتهمة الخطف بنية القتل، كما أدانت المتهم الثالث بالخطف، وأدانت المتهم الرابع بالتستر. وقد أوقعت عليهم عقوبات متفاوتة، فقد حكمت على المدانين بتهمة الخطف والقتل بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحكمت على المتهم الذي أدين بالخطف بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وعلى المتستر بالحبس لمدة سنة. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!